أحسن تفضل. هذه كلها نواجهها وتحصل لنا بعض الأحيان، حتى يطلبوا منك طلبات ثم إذا وصلت وأنت داقن عليهم وطالب منهم يكتبون نسينا الشغلة الفلانية، معليش معليش ارجع. فدامها تمشي يا أبو عبد الله مشها. هذا هو في التعامل مع الزوج والزوجة والأهل. يعني الحياة البشرية أو الإنسان يعني مجبول على الخطأ، مجبول على النسيان، فلذلك ليش أنا أدققها؟ ليش أنا أعصب؟ حسنت بنادم، وأنت لو لاحظته يجيك مواقف أنت بنفسك تنسى فيها شيء كبير. صح. فلذلك مشها عشان لجت عندك لأنهم يمشونها. يا سلام عليك. الله يحفظك. صراحة أنا يعني من الأشياء اللي مبسوط فيها اليوم تواجد أبو غنام معنا، المستشار والدارس والباحث في القانون. ودنا ناخذ بما أن الأيام هذه يعني انفجار السوشيال ميديا، وكل واحد كل يعني أصبح الكبار والصغار يستطيع أن يتحدث مع أكبر واحد، مع أصغر واحد، يراسل أي واحد. نعم. يتناقش معه في السناب، في تويتر، في تبغى تتكلم مع أي وزارة، رسالة واحدة تصل للوزير أو تصل. فنبغى ناخذها من الجانبين قانونيا، لا نطيح في مشكلة وحنا متهاونين أو كذا. من الجانب هذا ناخذها مع الباحث. الله يجزاك خير أخوي أبو غنام. الله يحفظك. يرضى عليك. في الحقيقة طبعا الأنظمة موجودة من قديم. يا سلام. اللي تجعل الشخص يعني يتعامل مع السوشيال ميديا المفروض أنه يتعامل معها بطريقة فيها نظام وأدب وعرف كذلك. يا سلام. بشكل جيد. ومؤخرا فيه أنظمة سنتها الدولة حينما تجاوز البعض في التعامل مع السوشيال ميديا بشكل سلبي. جميل. باختصار لأن دائما بالمثال يتضح المقال والمقام. يا سلام. أحيانا بعض الأشخاص يعني على ما قالوا يحتر رأسه ويكون متضايق من أمر معين. صح. يدخل مثلا على أي المنصات سواء المكتوبة إكس أو تويتر سابقا أو سناب. نعم. أو تيك توك أو أي يعني، وعلى ذلك فقط من السوشيال ميديا اللي يتعامل بها الناس في وقتنا الحاضر أيا يعني كان موقعه. يا سلام. ثم يبدأ يعني بنقد منظمات أو مؤسسات أو جهات حكومية أو أشخاص لهم اعتبار أو جهات اعتبارية، وينسى أن يعني أن النقد له حدود. يا سلام. أو يعني أو مثلا أنك تنفجر بما وقع عليك من حاجة قد أنك تحس أنك مظلوم فيها، كذلك لها حدود، لأن أي جهة من الجهات لها طريق مفتوح ولها باب مفتوح بإمكانك أن تتظلم. الدولة ما قصرت، جعلت ديوان للمظالم، جعلت جهات إدارية للتظلم. يس. لكن أما أنك أنت تثير الرأي العام أو تؤلب على جهة معينة أو مسؤول أو أنك تثير البلبلة أو أنك تؤلب بيتك الصغير أو مجتمعك الكبير على قرار معين، هذه فيها عقوبات أنت يا المسكين تجهلها، ولو علمتها ولو فكرت قبل ما تدخل تكتب وقبل ما تمسك لسانك أو أصابعك كان يعني تأخرت وتراجعت عما ستكتبه أو ما تقوله. الآن الأحكام أصبحت في هذا الشيء بعشرات السنين، بحيث أنك أنت تتأدب ويتأدب غيرك. أنت في دولة محكومة لها نظام ولها سيادة، فأنت الآن لو ضربنا مثال على بيتك الصغير الآن، لو أن أبوك يعني فيه تقصير معين أو عنده مثلا مشكلة معينة، أنت ما يحق لك أنك تمشي عند جيرانك وتقعد تقول أبوي فيه وأبوي فيه وأبوي فيه. هذا بيتك الصغير، عاد فما بالك ببيتك الكبير اللي هو المجتمع. الآن أنت إذا تكلمت نقدت الجهة الفلانية أو المؤسسة الفلانية، أنت حسب أنك سمعت الجهة الفلانية ولا المسؤول، أنت سمعت العالم كله على معلومة قد أنك أنت السبب فيها أو أنت المخطي فيها أو أنت المتسبب فيها، لكنك ما تعلم بسبب قلة وعيك أو بسبب عدم تفهمك،
ظنيت أنك مظلوم 100%، لكن لو رجعت للقضاء الإداري أو القضاء العام أو الجنائي لأخذت حقك، وممكن أنك تعرف أنك يعني عامل شيء كيدي أو رافع دعوة خاطئة أو غير مكتملة بسبب أنك ما اتجهت للطرق القانونية. فالزبدة من كلامي هذا، أمسك عليك لسانك وامسك أصابعك، يعني إذا حصلت لك المشكلة أو حصل لك حاجة معينة لا تستعجل في النقد، ولا تستعجل كذلك في مسألة يعني هذا يعني سطر بسيط، يعني من كثر أو من كبر علمه قل إنكاره. أن ما نقول أنك ما تنكر، الله عز وجل جعل في شرعنا أنك تنكر المنكر وإلى آخره وتأمر بالمعروف، لكن أحيانا بسبب قلة علمك في الشيء هذا تحس أنك أنت يعني على صواب والعالم كلهم على خطأ، وأحيانا يكون العكس صح. فلذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تستعجل في كتابة حاجة في السوشيال ميديا أو الكلام في السوشيال ميديا بحاجة تمس جهات معينة حكومية أو مؤسسات أو تمس أشخاص، حتى الشخص العادي، حتى الشخص العادي الآن في نظام الإثبات السعودي الجديد، يا سلام، في نظام الإثبات، ركزوا معي يا أخوان، في نظام الإثبات السعودي الجديد قنن مسألة كيف أنك تثبت كلام الشخص اللي دخل على الواتساب وشتمك أو سبك أو أنه طلب منك سلف ثم ما رده وما طل ولا معك إلا هالشاشة في الواتساب، كيف أنك تصور الشاشة وتوخر اسمه بحيث أنه ما يبقى إلا رقمه، لأن في الغالب أغلب الناس هذه أرقامهم مسجلة في أبشر، فهذه تعتبر سند لك في أنه تسلف منك، يعتبر سند كذلك أنه دخل وسبك وشتمك، غير إذا كذلك أرسل لك رسالة صوتية. فيا جماعة الخير، هذا الآن موضوع يحتاج أنك تفكر فيه، وبعد ما تفكر فيه وإن شاء الله أنك تبي تقتنع، وما اقتنعت النظام بيقنعك غصب، تحذر من حولك، من أبناء، من زوجات، من جيران، من أخوان. الآن كل ما شفت أحد قال والله طلع تكلم في السوشيال ميديا في السناب ثم الله يبيح منه ومنه، حصلت له مشكلة حكم بكم سنة بسبب أنه أخطأ وكذا كذا، ثم متى عرف أنه أخطأ؟ يوم صرت مسجون. فالآن أنت في السعة، هذه أخطاء يعني أحيانا تكون سهلة أنك ترتكبها لكن صعبة أنك تفتك منها. يا سلام، صعبة أنك تفتك منها. الآن العلم بينك وبين والديك وفي بيتك، لكن إذا طبق عليك النظام وحاسب كل منظم وحكمت، ما حد قادر يفكك، ما حد قادر يفكك صح. لا محامي، لا أب، لا أخ صح. لأن كل دولة لها سيادة، والدولة إذا شرعت القوانين هذه النظامية تبي تحمي المجتمع وتبي تحمي الناس، يعني تبي تحمي البلاد والعباد. نعم، مو بهذا يسب هذا وهذا يسب هذا، أو الجهة الفلانية يكون ما لها اعتبار، أو المؤسسة الفلانية ما يكون لها اعتبار، أو الشخصيات الاعتبارية ما يكون لها اعتبار، كل من بغى دخل يلا فتح السناب المسؤول الفلاني والجهة الفلانية، المسؤول الفلاني والجهة الفلانية، لا لا، أمسك عليك لسانك وانتبه. نعم، هذه من يعني المواضيع اللي من زمان كان ودي أشارك بها. تفضل يا شيخ فيها. عندي سؤال. تفضل. معلش بس قطعت حديثك. تفضل. لكن السؤال هذا ودني إذا تكلم. تفضل. الشيخ، مرة واحد كان ماشي في الشارع. نعم. فسبحان الله، واحد يعني مشهور، فجاء واحد قال ممكن أصورك؟ قال يا عبد صورني عادي، صوره أنت وخلص. قال ارسلها لي. لما سألها له رفع عليه دعوة، صور لي وأنا ما وافقت، طبعا يبغى فلوسه. نعم، فأقصد أنه أيضا بتكلم على التصوير. نعم، بيوافق وعدم موافق أو حدوده. شوف يا شيخ، طبعا كثير من الأمور للنظام أو للقضاء سلطة تقديرية فيها، وأحيانا بعض الأمور إثباتها يكون صعب، فأنت لا تجعل نفسك عرضة للشخص اللي بيستغلك. أي أحسنت. فمسألة الله يبارك فيك أنك تصور شخص بغير إذنه، سن النظام كذلك بأنك أنت حقوق يجب أنها تحترم، فأنت لا تحاول أصلا تصور شخص بإذنه أو بغير إذنه. أي إلا أي للشيء الضروري،
لأن هذا بكرة إذا قال والله صورني بغير إذني، يلا اثبت أنه أعطاك الحق أو الإذن بأنك تصور. صح، تدخل في متاهة. صحيح، تدخل في أشياء أنت في غنى عنها. صحيح. فأنا دائما ما أحب أني أطيل، إذا في شيء يعني تشارك وتفاعلي في نفس الموضوع أو ينتقل المايك لشخص آخر في موضوع آخر. صراحة يعني اللي نخاف منه مثلا أبنائنا الصغار، يعني قد يعني يروح يصور شيء خطأ، ودنا هذه الرسالة يعني الأطفال أو الشباب المراهقين قد يدخل على مؤسسة، قد يعني كان حتى فيه قبل فترة أحد الشباب راح دخل على يعني جاي من الغرب سواح وصورهم واستهزأ بهم بطريقة هم ما يفهمون العربي، وتكلم وأصبحت حتى رأي عام، وراح فيها يعني حوكم وراح للسجن. أنا في الحقيقة بعد سبر وتقسيم لبعض المواضيع اللي أحيانا تكيف يعني جرائم كبرى وتتعلق بأمن الدولة، غالبها أنت يا الإنسان اللي ما قرأت ولا درست أو أنك يعني ما أدري تتعامل مع بعض المواضيع بحبية، هي تكون في الحقيقة يعني من أسهل الأشياء اللي توصلك أنك أنت ارتكبت جريمة كبرى بغير ما يعني تقصد أو ما تعلم. والمشرع والمنظم يعني مسألة أنك تعلم وما تعلم، هذه أمرها يعني شوي صعب. فأنت الآن مثل ما تحذر يعني جماعتك وتحذر أولادك واللي أنت الله عز وجل جعل ولايتهم تحت يديك، مثل ما تحذرهم من المخدرات، صح، أصدقاء السوء والأشياء اللي أنت دائما في بالك أنها من المخاطر والمخاوف، حذرهم والله ما تندم، حذرهم الليل والنهار يعني من مسألة أمسك عليك لسانك وأمسك عليك إيديتك وصيبعاتك. لا تصور هذه تراها تبي توديك في مهلكة، أنا يا أبوك ما أقدر أفكك منها. صحيح. هذا زين بعد أن افتكيت أنا يا أبوك من بعد المساءلة. يا سلام، هذه يعني أنا ما فيها كنت أقصد، أنا ما كنت أقصد أداري. ما كنت أعرف، ما كنت أدري، هذه أمن طيب. دولة خطوط حمراء. جميل. فيجب أنك تحذر النشأ من أنه يلا طلع جوال وصور المؤسسة الفلانية، طلع جوال صور المسؤول الفلاني، طلع جوال أنتقد المسؤول الفلاني، انتبه. فضل. طيب بالنسبة للتقليد إيش رأيك فيه لما قلد أحد، هل هذا يعني؟ والله يا شيخ شف، هذا اللي أنت تبي تقلده إذا هو الله يسلمك صور هذا المظهر أو هذا المشهد أو هذا المقطع وأثبت عليك أنك تتهكم به وتستهزئ به، أيه. فهمت وشلون؟ أوف. أنت منتب يعني سالم من المساءلة. الله. نعم. طيب لو قلت لو قلت عيالنا الحين يقلدون الحين عيالنا، الله يصلحهم، في البيوت بيته الله الله، واللي بسيارته يقلد أحد المشاهير، واللي يقلد أحد الممثلين أو أحد المشايخ مثلا، هو حتى احيانا يفرق تقليد عن تقليد. اي طبعا السلبي السلبي غير الايجابي، المحب غير الكاره، المتهكم. اي هذا اتكلم عن هذا، المتهكم والمتنقص غير اللي والله يتشبه بفلان وهو محب له. اي من باب المزح. اي نعم، هذه اشياء طبعا تقدر، يقول مزح امزح. لكن هل مثلا لو اطلقنا اسم الدكتور خالد الزعاق، دائما يطلع في توجيهات الطقس، يطلع ما شاء الله بحلل جميلة ومتنوعة، فبعض الشباب أشوف يقلدونه، بعضهم قد يأتي بالمزح وبعضهم قد يأتي بالاستهزاء، هل لو مثلا رفع عليهم؟ والله شوف، إذا أنت تتنقص من ذكرته أو غيره تتنقص، واضح منك التهكم والتنقص. ما أنت بسالم. صح. ما أنت بسالم من العقوبة. صح، النظام صريح. يا ممتاز. النظام صريح. أن اللهم لك الحمد تقريبا في الخمس سنوات أو في العشر سنوات الأخيرة من الدول السريعة في سن الأنظمة اللي تحفظ البلاد والعباد. يا في سلام. سن الأنظمة متجددة وأنظمة كبيرة. صحيح. يعني النظام الجديد هذا اللي صدر قبل أقل من سنة، نظام المعاملات المدنية، ما جعل شاردة ولا واردة إلا ذكرها. يا سلام. أنا دقيق في كلامي،
لأنه 721 تقريبا مادة، تقريبا 721 مادة، وآخر مادة جعل فيها 40 قاعدة فقهية جامعة، قاعدة فقهية عظمى ما يخلي لك يعني شيء إلا وذكره. فالقاضي يعني يأخذ من هذا النظام ويطبق على الواقع والحادثة. فالواحد يعني يكون أهدى شوي من ذي قبل في مسألة التسرع في التعاملات، التسرع في الأحكام، التسرع في الدخول في شجارات، التسرع. هذا حاصل اليوم كثرة. نعم. كثرة مع انفتاح السوشيال ميديا. في سؤال عندي ممكن. تفضل تفضل. بالنسبة لتصوير المرضى والإعاقات لأجل العبرة والاعتبار، هل هذا مسموح به الحين؟ هذا أعظم. نعم هذا أعظم. ليش؟ لأن هذا مسكين هو ما أعطاك الإذن ولا يستطيع أحيانا أنه يعطيك إذن. فلو جاء المسؤول عنه الولي عنه ورفع عليك هذا أعظم. يعني مسألة أنك تصور القاصر أو تصور اللي له هيئة يعني ضعيفة ما يستطيع أن يعبر عن نفسه، هذا أعظم. أو مريض، مريض ما يقدر، يعني واحد في غيبوبة. أنت تقصد شيء، إيه هذا صح، أنت تقصد شيء بأن الناس تدعو له وكذا. أيوة. بس إن مثلا المسؤول عنه، المسؤول ما في مثلا، المسؤول عنه الولي عنه ايوه قال والله احنا اصلا ما نسمح انك تصوره، مالك حق، مالك حق، يلا ادخل في قضيه، نرفع عليك القضيه، ادخل في هالمشكله. سبحان الله. فانا اقول لك ترى دائما يعني انا لاحظت بعد تتبع احيانا الجرائم اللي ما تستطيع انك تفتك منها دائما تاتي من حسن النيه، احيانا ما نقول دائما، احيانا تاتي من حسن النيه. سبحان الله. حسن نيتك، والله انا كنت اقصد اني انفع هذا المريض صورته عشان ابغى الناس يدعون له. أجل. طيب هذا المريض له ولي، له أب، له أم، له ابن، لها زوجة، ما أعطوك الإذن أنك تصوره. أوه. فادخل معهم في مشكلة. صح. ادخل معهم في مشكلة. هم قد ثبتوا عليك أنك صورت واحفظوا سنابك أو احفظوا واتسابك، ثم من الله يسلمك رفعوا عن طريق الجهات المختصة دعوة أن هذا الرجل انتهك حقوق هذا المريض وصوره. صح. يلا اطلع منه. أحسنت. طيب لو تكلمت، أنا طرت علي لو جاء أحد وجرب علاج أو جرب عشبة من الأعشاب وتكلم أنا بتجربتي أنا حصلت على كذا كذا، طبعا هو جابها تجربة شخصية. نعم. لكن هذا العشبة لو أخذها يعني شخص آخر قد تكون سبب في وفاته، هنا هل يعني أحد قد يطالبه أو قد يوقفه، أو هل عليه خطر ليتكلم بتجاربه الشخصية؟ يا سلام، هذه الله يحفظك إذا صار دكتور ومعه شهادة. شف يا سلام، إذا صار دكتور ومعه شهادة يا سلام، وهذا الدواء أو العشبة عليها تجارب ومعروفة وأثبتت نجاحها وأثبتت نجاحها وأنها هي متداولة في المجتمع، ثم صرحتها هيئة الغذاء والدواء يا سلام، أمورها ماشية، وأنت مجرد أنك تذكر هذا المريض بهذا الدواء حتى انك ما توصفه لان الوصف ما ياتي في سوشيال ميديا، يا سلام. هل كل هذول اللي انت جالس تتكلم معهم عندهم نفس المرض وينفع لهم هذا العلاج؟ مستحيل. بس انك من تذكير او كذا تذكر وتقول هذا الدواء سبق وجربوه مثلا جماعه او شخص معين وشوفي منه وقد انه ما ينفع وله المحاذير المعينه وله السلبيات المعينه وله الايجابيات المعينه، هذا يعني نقول ممكن انه يسلم. لكن اذا انت شخص عادي ولا هو بمجالك ولا معك براءه ولا معك شهاده ولا معك يعني في هذا المجال ما يشفع لك، ثم تصف وصفه طبيه سواء كانت طبيه بحته او عشبه، ثم جاء من اثبت عليك قال والله انا هذا الرجل تكلم في هالمقطع، هذا الرجل تكلم في المقطع هذا، ثم وصف لي العشبة الفلانية وأنا كنت بخير ونعمة، ثم استخدمتها يوم ولا يومين ولا سبعة أيام، ثم انتكست حالتي، ثم أتاني ما أتاني، ثم راح للمستشفى وحلل، ثم وجدوا أن هذه العشبة فعلت الأفاعيل في جسم هذا الرجل، ثم بدأ في تدهور، ثم صار فيه سراية جناية، أنت جنيت عليه، ثم هالجناية بدال ما تدمر الكلى دمرت الكبد والقلب، ثم بعد فترة توفى. هذا ما يعفيك من المسؤولية لو أثبت ورفع. أوف. ما يعفيك عن المسؤولية. وين تصريحك أنت يوم تكلمت؟
وين تصريحك انت او شهادتك انك انت دكتور؟ صح. ولا جايز لك انك انت يعني طيب انا كيف تصف هذا الدواء؟ كيف انا اقي نفسي؟ لو مثلا انا جربت عشبه معي وانا مريض سكر، انا عشان يعني بعض التجارب قد تنفع ولكن صح. الخطوره منها عظيم. انا مثلا جربتني نوع من الاعشاب ونفعني انا شخصيا في السكر، كيف انا وش الاشياء اللي اتكلم فيها واقولها احمي نفسي من احد يتقاضى معي؟ هل اقول يا جماعه الخير انا جربت هذه العشبه ولكن ترى مالي دخل فيكم، واطلع يعني هل ارسل جمل بحيث اني اعطي مجرد تجربتي الشخصيه، لكن لا تجيني بكره تسالني تقول انا جربت مثل ما جربت وتعبت رح للدكتور والله يبغى لي منك. هو دائما الغالب القانون احيانا، ما نقول الغالب، ما خلنا على الغالب عشان اسلم بعدنا في الغالب يطبق الي منها حصلت المشكله. اي نعم. لكن ما دام ان الامور ماشيه ايه فتمشي معك، لكن عشان تحمي نفسك الاصل انك ما تصف، فك نفسك. اللي اجاك هذا المسكين اللي يبغى العشبه الفلانيه او الدواء الفلاني، والله يا فلان انا رحت للدكتور فلان او رحت للبروفيسور فلان المتخصص في العلاج بالعشبه هذه، وله رقم او له رابط او له مكان، روح وانشده. صح. عشان تفتك. ايه. لان الان انت تتكلم في السوشيال ميديا ما تسلم من قص اول حديثك. أوف. واخر حديثك. صح. ثم يجعل صح. هذا المتصيد ان كلامك امر يعني قطعي. الصريح انك تاخذ هذا، انك تامر هذا انه ياخذ هذه العشبه. ثم فك نفسك. صح. احسنت. جميل. فك نفسك. الله اكبر. والله ما تسوى عليك يومين ولا ثلاثه رايح جاي للشرطة ولا للدعاء العام ولا يوم في المحكمة حتى لو انها فك نفسك. انت في غنى. اي والله انت في غنى. خلي يا الله السلامة. قل روح عالجهم في المستشفى. يا الله السلامة. قل يا اخوي تبيني انا اوديك للمستشفى او لهذا الطبيب الجيد اللي عنده شهادة المعتمد وديتك له. اي والله. اما مسألة اني انا بصف لك انا عساني افك نفسي. والله منتشر اليوم يا ابو غنام بشكل ما تتخيله، وكل واحد يقول علم عندي. لا فك نفسك. هو في الاصل تسأل تبي تاخذ من عندك شهاده؟ لا، يقول لا بس انا خبرتي 20 سنه، انا خبرتي 30 سنه في الشهاده. اي نعم. طيب انت خبرتك هذه كم اللي يسلم فيها وكم اللي تدور وتحاسب فيها؟ انا ترى امانه احنا في امس الحاجه لتوجيه ابو غنام في هذه الاشياء بالنسبه في الوقت هذا مع الانفتاح في السوشيال ميديا وكل ما هب ودب يدخل ويدري يبدل. في ماذا؟ وهي ترى انا لما سالت السؤال هذا من مأساة يعني عشتها مع احد الاقارب، سمع احد نصحه وكان معه غرغرينه وسمعه بعشبه قال هذه تحطها وغرغرينه، لما حطها يقول زين اني لحقت على يعني نفسي. كانت اصبع قطع منه وبيلحقونها الرجل كامله لين نعم. يقول جاني فيها مثل النار في رجلي لما حطيت اللي قال لي اياها العشبه هذه اللي قالها اللي قال العشبه الفلانيه. والله مستحيل يعني، فصعب انك تصرح وانك تتكلم عن شيء، ولكن جدا جميل جدا جميل لما تبغى تنجي نفسك. والله البروفيسور دكتور جابر القحطاني سمعت له مقطع، خذ المقطع هذا وطبقه. رح رح ولا رح له ولا طبق مقطع. اي نعم. اعطيتك مقطع هذا. صح. ومقطعه من موقعه الرسمي في اليوتيوب. يا سلام. اليوم اليوتيوب يخدم، اليوم اليوتيوب يخدم والناس المعروفين والمشهورين موجودين. يا سلام يا سلام. اللي ياخذينها طب وشهاده ما اخذوها من تجربه وعشابه نتجمع وتقسم. يا سلام. عطنا يا حسين يا ام المايك معك، عطنا يا حسين من السير اللي موعودين فيه. اللي ننتظره. لا خليني بعطيكم الحين ثلاث ابيات شيله. يلا. خليني لطف شوي. انا والله ما ودي صراحه اني ما ودي اطول في شيء، بنستغل وجود الرجال هذا. لا لان هو اشياء احنا في حاجتها. هو لا شوف بعلم. والله في حاجتها. بعلمك. لا شوف احنا يعني بعلمك وانا اتعلم منكم. الجميل اللي ما يجعلك يعني تمل ولا يجيك النوم ولا تسأم، دائما اللقاءات اللي تكون تفاعلية وتشاركية لها لذة وفائدة. صحيح. أما أني بقعد أستلم المايك وبطول، أنا حتى بقعد أخربط. يا زين الكلام القليل يأتي بالمفعول. يا سلام. الكلام الكثير لا أنت تسمعه، والله أنك تقوله لكن أذنك ما تسمع. يعجبني أبو غنام على عفويته وعلى بساطته. جزاك الله خير. هذا الشيء اللي محبب صياغه المعلومه بالبساطه. الله يسعدك. اللهم لك. تفضل يا ابو.
يا محفي قدام رجلك